اه ايه يا بنتي، عماله اخبط من الصبح. ازيك يا شهد؟ ازيك يا ماما؟ يا اختي البت ناديه عماله اطلبها ما بتردش عليا. كلمتها يا ماما، كانت نايمه وقالت لي هتكلمك. شوفي يا اختي البت، يعني انا اطلبها ما تردش والمفقوسه تطلبها ترد عليها؟ طب يا ناديه، يا ناديه، ايه سيبي كل اللي في ايدك وتعالي لي دلوقتي على طول، عايزاكي ضروري. يا بنت انا كويسه، تعالي على طول. يلا سلام. وانت يا ست شهد حكايتك ايه بقى ان شاء الله؟ ناويه تقعدي هنا على طول ولا ايه؟ مش عارفه يا ماما. يعني ايه مش عارفه يا بنتي؟ مش عارفيني راسي من رجليا يا ماما؟ عشان خاطر سيبيني اخد وقتي. يا حبيبتي خدي وقتك زي ما انت عايزه، بس ما تنسيش ان اختك زينب ما تهمة فضية، واللي تهمها الراجل اللي نصب على ابوكي. مروان متابع القضية مع عزت يا ماما. على عيننا وعلى راسنا، ما قلناش حاجة، كتر ألف خيرهم. بس انت اختها يا شهد، ولازم تقفي جنب منها. انت محامية وشاطرة وذكية، مش معقول يا بنتي يبقى قدامنا الراجل اللي نصب علينا ولخبط لنا كل حياتنا وخلانا في الحال الزفت اللي احنا فيه ده ونسيبه، ولا ايه؟ بالقانون يا ستي، بالقانون. بالقانون ما قلناش حاجة، بس عرفيني هتعملي ايه؟ هفكر اقولك. يا اختي وتفكيرك ده ان شاء الله هياخد وقت قد ايه؟ بقولك يا ماما، تشربي معايا شاي؟ ما بشربوش. اسمعي بقى، كل حاجة في ايد نعيمة. طب على فكرة بقى، هي جاتلي. جاتلك؟ وكانت عايزة ايه؟ قالت لي انها مستعدة تحط ايدها في ايدي وتعمل اي حاجة، المهم انها تخلص من عصابة. حلو قوي الكلام ده. وبعدين؟ وبعدين اختفت، وانا بصراحة ما تهمتش اكلمها ولا ادور عليها. ماما انا ما بستريحش للست دي. يا اختي تستريحي ما تستريحيش، مش ده المهم. المهم اللي هيجي من ورا نعيمة، هو ده المهم. قومي افتحي. ريتال تعالي يا اختي احضرينا، شوف اختك اللي مدوخاني معاها دي. تعالي. لبنى راحت زارت سينا في السجن. ايه؟ مين اللي قالك؟ سمعت مفيدة وهي بتكلم المحامي عشان يرتب لها الزيارة. ما تعرفيش كانت عايزاها في ايه؟ خير يا عمتي. لا، مدام لبنى راحت لسينا السجن، يبقى الولية دي بتخطط لحاجة كبيرة قوي. هي كل ما تتحل تتعقد أكتر. أنا تعبت. عايزاكي. خير؟ كلمتين كده يا أختي، ما تقوليهم هنا وفي حد غريب. لا، دي حاجة بيني وبين نادية. يا ترى بتخططي لإيه يا لبنى؟ استغفر الله العظيم. وأنا كل ما أطلع من نورة أقع في دحضيرة يا رب. اتقالي إن أنت اللي قتلتي عبد الله يا نادية. ساكتة ليه؟ أنا لو مكانك كنت قطعتك حتت. أقول لك، خدي دي لفيها حوالين رقبتي، ما هقولكيش انت بتعملي ايه. لو انت مصدقة ان انا قتلت ولدك، خدي روحي وريحي قلبك يا ريتال. مين اللي قالك كده؟ لبنى ولا ريم؟ لبنى. طب اسمعي مني واوزني كلامي يا بنت عمتي. لبنى دي انا كنت مفكراها هبله ولا عبيطه، طلعت اسخن من ريم. عجلها
راكبه مليون شطان. لبنى عايزه تولع في العيله دي. جالت لك كده عايزه تخلص مني. انا غلطت غلطه عمري لما قتلت عبد الحكيم. الغل ملاني لما مروان طلقني، والغيرة كلت قلبي لما زينب اتجوزته. لقيت نفسي لوحدي والكل بعني. بس تعرفي لو كنت فكرت لحظة واحدة ما كنتش عملت اللي عملته ده. أنا خسرت كل حاجة. اوعي تغلطي غلطتي يا ريتال. ريتال مالك؟ حنين انت حقك عليا يا خالتي، والله العظيم ما كان قصدي. ما كانش قصدك يا اللي تتضربي ببطنك؟ الله يخرب بيتك يا شيخ، بقى انا بتبيعيني المحروس يا بت؟ بتسلميني المحروس؟ والله العظيم انت مش فاهمه الموضوع ده. هو سطلني، شربني الهباب ده، وساعتها قعدت هلفط بالكلام، ما كنتش عارفه انا بقول ايه. اهو السطله اللي سطلتيها دي هتوديني انا في 60 داهيه، هعمل ايه انا دلوقتي؟ اعملي اللي تعمليه، انا غلطانه وحقك. طب اقول لك، طب ما تقولي لعصام بيه، محروس ده اصلا جبان، هو يهته ساعتها هيسكت. الله يخرب بيتك يا شيخه مطرح ما انت قاعده، يخرب بيت اليوم الاسود اللي شفتك فيه. حقك عليا، انا استاهل ضربه جزم، والنبي بس سامحيني. اعمل لنا بس، اروح فين واجي منين يا ربي بعد المصيبه السودا دي؟ مفيدة. جرى ايه؟ ماشي وراي ليه؟ انا بس عايز اقوم برضه يا مفيدة. انا ممكن الم عليك البلد كلها. ليه بس؟ انا عملت حاجة؟ طب شوف لك سكة غير دي وكل عيش. وراك يا مفيدة، مش هسيبك. وبعدين؟ مش هتكلم الا لما اعرف انت بتصدق كلامي ولا لا. ونفترض ان انا مش مصدقه، هيفرق معاك كتير؟ هيعمل لك مشكلة يعني؟ مشكلة ان كلامي هيبقى زي عدم. خلاص يا ناديه ما تقوليش حاجه، ما تقرفنيش. بس اللي عاوزه اقوله لك حاجه مهمه. ناديه عندك كلمتين مزنوقه فيهم عايزه تقوليهم، قوليهم وخلصيني. انا مش ناقص شلل، اديكي شايفه انا قاعد على كرسي متحرك، هروح فين تاني؟ خايفه تقولي الكلام عشان ما يوصلش ريم ان انت رغيتي معايا. ما تقوليش اي حاجه، خلي كلمتين جواكي واشربي وراهم كوبايتين ميه. صوفة. ماله صوفة؟ هو اللي فك فرامل العربيه عشان تتجلب بيك، وريم هي اللي قالت له يعمل كده.